وانا شايف برضو ان الفلوس اللي هو طالبها دي كتيره قوي، يعني ما يستاهلش نصها. والله انا كنت عايز اقول لك كده بس لقيتك بقى حكمت فقلت خلاص. لا اصل انا راجعت نفسي وبعدين نزلت برضو سالت وطقصت وعرفت الارض في المكان ده ما تسويش كده خالص. والله انت ريحتني يا عمده. احنا مش هنكمل بقى المحضر ولا ايه؟ ايوه امال، اؤمر سعادتك شوف انت عايز مين وانا اجيبه لك في التو والحال. اي حد كان موجود في مكان الحادثه. ما هي البت فاطمه يا عيني مش هتقول حاجه، دي مصيبتها مصيبه. بقى ايه الست ام الزفت ابو العيله دي بعيد عنك ملحوس، لا بتشوف ولا بتسمع. يعني ايه بقى كده؟ خلاص يعني خلاص كده بقى الواد ابو العيله هو اللي قتل المحروسه ابو السيد. هنشوف هنشوف، احنا برضو يعني مش هنستعجل الامور، واي جديد هيجد انا هبلغ جنابك اول باول. يا واد يا سنجاه. نعمين. حطيت الحاجه في عربيه جناب المأمور؟ ايوه وستفتها جنابك. طب روح. لا يا عمده مش كل مره كده، كتير قوي. لا كتير ايه؟ ده ما يجيش من بعض فضل جنابك علينا، كفايه وقفتك معانا. طب يا سيدي متشكرين. عشان تعرف انني لما احب اجيبك اجيبك حتى لو كنت في عيب امك. بقى انت كنت عايز تموتني يا ولد؟ لا وايه؟ وكمان كنت عايز تهرب؟ يا جبايرك يا اخي خيوبا علي، لا خليك تبوس رجلي عشان ارحمك من اللي هيحصل فيك. انسى يا عتمان انسي، هني اقوى منك. ايوه امال بشرفي. اياكش تكون فاكر ان بالسلاح دي هيخليك ترغمني اعمل اي حاجه انا مش عايز اعملها. لا ده انت لما تشوف حلمه ودنك مش هتنول اللي في راسك الوسخ دي. انت يا راجل انت مش مكسوف من نفسك؟ اخرس يا واد وابلع لسانك بدل ما بلعك زورك. امال يعني عايزني اعمل لك ايه ولا اقول لك ايه؟ اشكر لك يعني واحب على ايديك عشان عايز تتجوز مراتي اللي هي ام عيالي؟ طب ايه قولك بقى ايه؟ اني مش ناوي اعمل اي حاجه ومش هطلق فاطمه يا عمتي. ماشي هنشوف، وانا اهو وانت اهو، وما بقاش العمده عتمان ويبقى شنب دي على ابو العيله. لو ما خليتك تجيبها لي لحد عندي وتترجاني يا سبع البرومبه. من امتى المرجله دي يا عتمان؟ معلش بقى سي يا ابو العيله، طريحتك وجبت. وجبت طريحتك ابو العيله يا سي بقى؟ معلش احنا مش اتفقنا ان هضرب اول واحد؟ سايبينه جاي تضربوا لوحدكم؟ في ايه يا سنجاه؟ في ايه؟ احنا سايبينك عشان هنضربوا احنا الاثنين. ايوه كنا هنضربوا احنا الاثنين، وبعدين بطل سوء الظن انت عاجبها يا سنجاه. فيه ايه انت وهو؟ ما تسيبوني في حالي، انا خلاص ما عدتش طايق ابص في خلقة حد فيكم. طلعت بولغ بصحيح. ايه؟ بولغ؟ ايوه بولغ عتمان. انت عارف اللي انت بتقوله ده ايه؟ دي شتيمه. شتيمه لينا واحنا في مهمه ميري. غوروا من قدامي. غوروا. غوروا يا اللي ما عندكمش نظر ولا احساس. غوروا بقى. بس انتوا عارفين يا اخواني انا صعبان عليا ابو العيله، ايدي مش مطوعاني عشان اضربهم. تضربوني؟ يا حلاوه يا ولاد. فرحانين يا كلاب انكم هتضربوني؟ كلاب؟ وهي الكلاب بتعرف تضرب يا ابو العيله؟ كلاب بتعض واحنا بنضرب، نبقى كلاب يا ابو العيله؟ يا عيني ده خلاص بيخطرف، ده مش عارف اذا كده الكلاب بتضرب ولا بتهوهو. اسمع يا ابو العيله، احنا حدانا امر اننا نديلك الطريحه دي يوماتي على الله. يوماتي على الله نديلك الطريحه دي، ضرب واهانه وسفله وقله قيمه. اه بس خلي بالك يا ابو العيله، انت ده بعد اذن الرئيس وائل طبعا، انت من حقك تتظلم لان الضرب ممنوع. يعني مثلا يعني ها لو حد فينا مثلا يعني ها ضربك كده مثلا يعني ها او كده او كده. في ايه؟ في ايه يا سجان؟ في ايه؟ انت هتلطش فيه لوحدك؟ احنا عايزين ننظم الضرب يا اخواني. ننظم الضرب؟
أنا بقترح إن إحنا نعد واحد اتنين تلاتة وننزل في ضرب كلنا. فكرة جميلة. يلا غفر سلاح. واحد. اكلتوا الطريحه؟ اوعات تكونوا ضربتوه بحنيه. حنيه ايه يا حضره العمده؟ احنا بتوع حنيه؟ احنا ضربناه بشويش. ايوه بالراحه. يا سلام يا سلام. ما شاء الله. انت قاعد واقف كده ليه؟ ابعد بعيد شويه كده عشان النفس. اقف الناحيه الثانيه. ايه الغلب ده؟ بقى ضربتوه بحنيه. ايه يا حمار انت؟ بقول لك ابعد شويه، روح اقف على الباب هناك. حاضر. يلا. اسمع يا واد انت. نعم. يا واد مش انت؟ بقول لك ايه، لما اكلمك ما تردش عليا. حاضر. بقول لك ما تردش عليا. حاضر. يا واد ما تردش عليا. حاضر. يخرب بيت الغباء كله، عارف الغيط الشرقي؟ ايه؟ ايوه. روح دور عليا هناك. حاضر. يلا بالعجل، وخد الجوز دول معاك، كل واحد يدور في ناحية. حاضر. يلا غفر. يلا بينا ندور على العمدة في الغيط الشرقي. غفر سلاح. هه. انصراف. هندور على العمدة في الغيط الشرقي ان شاء الله. هنلاقيه. هنلاقيه ان شاء الله. هنلاقيه. ايه؟ ربنا يريحنا منكم، أنا مبلي، والله مبلي بيكم. وأنت يا أبو الجيل أنت لساك منشف دماغك؟ مش فاهم أنا بس ليه أنت منشف دماغك؟ على إيه؟ البت دي أنت اتجوزتها بالغلط أساسا. أيوة أمال، أنت اتجوزتها على غفلة كده. أيوة، دي مهرة. ومش أي مهرة. دي مهرة جديدة. وعايزة خيال. واني بقى خيالها يا علي. بالك انت؟ اهي المهره دي معاك انت؟ شكلها كده خزيانه وضعفانه وكتيانه وخسانه وجعانه. قوم البت دي بقى لما انت تطلقها وتجوزها هاني والبسها كده ونضفها، يا سلام، واروقها كده واظرفها، يا حلاوه، وتبقى مرات سعاده العمده به باشا. ايوه، وتبقى ستك فاطمه. اهو انت نفسك بذات قشفك دي لو شفتها مش هتعرفها، واللي زيك هيشوفها فين اساسا؟ عارف يا عمدي؟ ايوه. انت عيان. انا عيان؟ يا ماشي. عندي ايه؟ عين في نافوخك. انت عاقل الكلام اللي انت بتقوله لي دي؟ ايه؟ دي جنان. انت راجل مجنون. يا واد بس سد، اترزعي ولا ايه؟ كله يا حبيبي بالشرع والقانون، مش هنعمل حاجه غلط. وانا عملت لك ايه؟ عملت لك ايه عشان تعمل فيا كده؟ ليه تذبحني كده يا عمدي؟ ده انا وفاطني ناس غلابي ماشيين جرى الحيط. لا يا حبيبي، اتكلم عن روحك بس، عنك انت، انما ستك فاطنه ولا سيرتها تيجي على لسانك اساسا. لو انت تبقى لها ايه اصلا؟ انت حيلا جوزها وكمان شويه هتطلقها. هو انت من قرايبها؟ مش هطلقها يا عمدي، ولو على جثتي مش هطلقها، ودي اخر كلام عندي. يا واد يا واد، دي اخر كلام عندك؟ مفيش كلام تاني؟ طيب انت كده بقى بتزعلني، واني بقى عندي كلام تاني، بس ايه؟ كلام تاني خالص. ودلوقتي هسيبك بقى تدورها في دماغك كده قبل ما اجي اقول لك الكلام التاني، لانه كلام مش اي كلام، كلام شديد. ودلوقتي بقى هقول لك كلمتين، فوتك بعافيه.